حماس مصنفة على الصعيد العالمي منظمة إرهابية، وحزب الله أيضا في معظم دول الغربية والعالم مصنف على أساس منظمة إرهابية. لذلك إلى حد اللحظة ما نسمعه من تأييد إلى نتنياهو هو أن حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها وحقها في في العيش، هذه حقيقة مسلم بها لا جدال فيها. أما أن تدخل إيران على خط الأزمة، وهذا كما ذكرت يعني كان شيء ضمن الأمنيات التي يحلم بها أي عربي متعاطف مع القضية الفلسطينية وعلى الأغلب يعني هذه العملية وإلى آخره. الآن نتنياهو أخذ الضوء الأخضر بعد أن استجمع الرأي العام، وحتى البايدن كما صرح، طبعا بايدن فقط ملاحظة استثنى الجانب النووي، يعني طلب من نتنياهو أن لا تدخل الضربات إلى المفاعلات النووية خشية، أنا أعتقد ليس خشية من أن إيران تضرب إسرائيل نووي، يعني لحد اللحظة لم تصل إلى صنع قنبلة، ولكن يخشى من الرد الإيراني القاسي. الرد الإيراني راح يكون يجر المنطقة إلى حرب شعبي. هذا طبعاً إيران صار لها برنامج النووي صار له تقريبا 30 سنة، نعم 30 سنة، نعم. وتخسر بضربة متهور مثل نتنياهو، أكيد رد فعله راح يكون قوي. ولذلك من أولويات إيران الآن هو بصراحة الحفاظ على النظام، وهذا حق أيضا، والمفاعلات النووية التي هي تعتبر الورقة الرابحة التي تستخدمها. نتنياهو الآن يمتلك الحجة، أنا أتحدث كمختبر يعني ليس يعني لا نريد أن نسقط عواطفنا على التحليل لأن هذا خطأ يعني بصراحة. يمتلك الحجة نتنياهو الآن يمتلك الحجة والمساندة الدولية من في أن يقوم بفعل رد فعل عفوا على الفعل الإيراني المباشر. حتما إسرائيل ستكون ضربتها أكثر تأثيرا.